وسط إجراءات وقائية عالية المستوى أحيا ملايين المؤمنين شعيرة ركضة طويريج عند ضريحي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام. الركضة تعد آخر الشعائر العاشورائية في يوم العاشر، سجلت هذا العام التزام المشاركين بالإجراءات الصحية التي وجهت بها المؤسسات الصحية والمرجعية الرشيدة. مميزة جدا هاي السنة بالالتزام والوعي عند المجتمع العراقي في هاي الزيارة، كمامات حاضرة توزع مجانا من قبل العتبة، يعني الركضة صارت من سيابية تامة. تقسيم حلو ونظام حلو والجيش مشارك والعتبة وكلش نظام يعني حلو السنة، حل يختلف. مسيرة المليونية اللي كانت جيدة جدا إن شاء الله، وأنا من المساهمين بها، دخلت حرم الإمام الحسين الحرم، فكانت كل السلسة وهادئة. المشاركون في إحياء شعائر عاشوراء هذا العام أشادوا بالتنظيم العالي للشعائر والتزام الزوار وأصحاب المواكب بالإجراءات الصحية للحيلولة دون تفشي وباء كورونا، مع المحافظة على إقامة الشعائر، معادلة صعبة ما كان لها أن تنجح لولا تضافر الجهود من الجميع. العتبة الحسينية والعباسية وبقية العتبات مشاركة بفعالية بتوزيع الكمامات وتوفير الغذاء الصحي طبعا بالمعين السفري والماء الجاهز، والحمد لله والشكر مثل ما قاعد تشوفون ماكو اي حوادث ماكو اي اعاقات ان شاء الله. التوزيع مستمر لحد الان، هو التوزيع مستمر، يعني الطاب واللي طالع هسه من طلعنا احنا اكو ناس واقفين بباب الامام الحسين هنا جاي توزع كمامات، انا هسه هاي بدلت هسوني الكمامه. ألا من ناصر ينصرني، ألا لبيك داعي الحق، جاءت هذه الجموع من كل حدب وصوب لتجدد عهد المحبة والولاء عند ضريحك المقدس. من كربلاء المقدسة حسين محمد، قناة العراقية الإخبارية.